اهم عنصر في الكلمه اللي خلاك ترفع سماعه التليفون والكلمه دي كانت مهمه قوي، العنصر ده كان مهم قوي؟ يعني في فقره بيتكلم فيها بوضوح عن مسيره المباحثات بشكل غير، يعني مش تفصيلي قوي، لكن احنا حاولنا كذا وكذا وكذا وكذا. هذا الرصد يعتبر جمله فيها برهان. يعني لما بتقول له انا دخلت وابديت حسن النيه وتفاوضت ووقعت على الاتفاق الثلاثي وحرصت على الا امنع، اللي هو الجزء بتاع انخرطت مصر خلال عقد كامل من الزمن في مفاوضات 10 سنين كامله وانا في مفاوضات وهو بيسكنني، واضح ان حسن النيه من ناحيته متوافر تماما وسوء النيه من ناحيته متركز تماما. هو مش عايز يعمل سد للكهرباء، ده سد الحجز المياه، الكهرباء مش محتاجه للدوشه دي خالص. الاشاره في الكلمه، والفنانين يعرفوا الاشاره في الكلمه يا فندم للسودان، يعني لما مصر وزير الخارجية بيقول كلمة مصر وبيعبر عن موقف مصر، بيقول الأمر الأكثر خطورة هو تعريض حياة مليون. أكثر من 150 مليون مواطن مصري وسوداني. ده لسه بيعكس فكرة التماثل أو فكرة أنه الموقف المصري السوداني بقى واحد تقريبا في المفاوضات. بالضبط، الضرر محتمل على الدولتين وأشقائنا في السودان يدركون ذلك، ولكن طبعا قد تكون لهم بعض وجهات النظر المختلفة طفيفة فنيا يعني. أي. فنين لا بأس، ومحدش قال إن لازم يكون في تطابق بين الآراء، إنما لازم يكون في احترام متبادل للمصالح المرعية لكل طرف. أنا اللي مزعلني من الإثيوبيين مش حكاية الملء بس، دي مشكلة طبعا كبيرة ولها أهمية، إنما حكاية إنكار الاتفاقات السابقة التي رتبت لمصر حقوقا في مياه النيل من اتفاقية 1902 ل 1929 لاتفاقية 59 وانت ماشي لغاية الاتفاق الإيطالي في 2015. الإطار يعني برضو فيها تلاعب كثير جدا. احنا لم نكن نتصور ان اخواننا في اثيوبيا يمكن ان يقوم بهذا الدور المتلاعب بهذه الدرجه، والعالم مش ظالمه. ولذلك انا في رايي احسن نقطه تحول في موضوع سد النهضه هي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي ذهب الى الجمعيه العامه وفتح الملف. طول ما كنا قاعدين بنتكلم كده في الضلمه اثنين ثلاثه ويماطلني ويمشيني، دلوقتي انا حطيت للمجتمع الدولي شاهدا والمنظمة الدولية مراقبا، وكان في نفس الإطار برضه الاتحاد الأفريقي راح، يعني إنه رئيس جنوب أفريقيا اتصل برئيس سيسي وقال نحل الموضوع لما مصر حددت ميعاد لمجلس الأمن، أو لما تم تحديد ميعاد للمناقشة في مجلس الأمن. ومصر لها مكان. هل بتعتبر إنه سد النهضة أو الموضوع ده كله هو تحدي لدولة 30 يونيو؟ ولذلك انا معترض على تعبير سد النهضه. سد النهضه ده الاثيوبي يقوله، هو حر نهضه عنده، لكن ممكن يبقى عندي ما ده الاسم المسجل حتى هم في المياه. مفهوم.